اليوم موضوع يبدو لي أنه دكتورة يهم قطاع كبير جدا في المجتمع العربي، قضية اللغة العربية، أسلوب تعليم اللغة العربية. هل مدارسنا تعلم اللغة العربية بما يتوافق مع متطلبات السوق؟ هل الجيل القادم من أبنائنا سيتحدثون معنا باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولغات أجنبية؟ لدينا مشكلة، نعم لدينا مشكلة كبيرة. المشكلة هي في تعليم اللغة العربية، وعندما نقول المشكلة في تعليم اللغة العربية ممكن أيضاً أن تمتد إلى اللغة نفسها كذلك، وكيف نتعاطى مع اللغة، وكيف نفكر باللغة العربية، وكيف نقولب أو نفكر بالمحتوى الذي نريد أن نضعه لطلابنا، لأن المحتوى يختار. أعتقد أن هناك ضرورة لفهم قضية ما، وهي أن منهج اللغة العربية في مدارسنا في عموم الوطن العربي هو ضمن منظومة عامة، وهذه المنظومة العامة لا يشكل أو لا تشكل اللغة العربية فيصلاً فيها، وإنما هناك مداخلات ومدخلات أخرى، هناك مناهج كثيرة. ليست المشكلة في اللغة العربية ولا المشكلة في معلم اللغة العربية، ولكن المشكلة في المنظومة المتكاملة، المشكلة في البيت، في الأسرة، المشكلة في المجتمع عندما نتحدث مع أبنائنا، المشكلة في المدارس التي تفتقر إلى أندية لغوية.